اكسكلوزيف راديو باب جديد. اسمك يخوف كي تعبد للدرا شهورك يا بشاك يغني لك دولا نجي لبريخي امنا في قلوبنا شرف كبير كي نغني وعليها تيتر نمبر قداش اللي كنت مع الكلوب؟ واش هذا السينيور؟ السينيور هذا ثاني تيتر بعد كوب كنت عاملها. ثاني تيتر طعم خاص السنة؟ صحيح ثاني تيتر يمكن عندنا شهرين ثلاثة شهور مع بعضنا الجروب هذايا معنا خمسة ولا ستة لاعبين جدد في الجروب. ما نتصورش فما بداية خير من هكا معنا نتاع سيزون. تبدا بتيتر انترناسيونال كوبا راب. معناها بحق حاجة ما يمكنش العقل معناها الجروب فيس ما عندوش برشا من يتلم تيتر كيما هذا يخلينا كان نخدمه مرتاحين ويخلينا زادة نخدمه بأريحية كبيرة في باش نكملوا الشامبيونا والكوب إن شاء الله. القدوم تاع الجمهور في مباراة النهائي شنو هي نظافة لكم أنتم كملاعبية؟ والله أنا واحد من الناس الفينال حي عبارة نلعب في القبة معناها سون بريسيون قدام جمهور نادي الفريق عبارة واحد يلعب في سالتو ما حاش نشروا احنا في الغربة جمهور نادي الفريق معناها مش غريب عليه التواجد معناها بالعدد الغفير هذه في الخارج حقيقة نقدم له تحية ونوجه له كل شكر وإن شاء الله التيتر هذايا معناها قدموا له هوكم كادو وإن شاء الله بداية نتاع تتويجات أخرين إن شاء الله وإن شاء الله نعملوا اللي علينا وأكثر إن شاء الله. معنا دونك رمزي المجذوب لاعب النادي الافريقي رمزي دونك يظل لي اول اكسبيريونس في السينيور وتبارك الله شامبيونات ايراب معناتها في اول الكارير يظل لي حاجه تهزم وراها. والله بسم الله الرحمن الرحيم الساعه هذيا شنو نهدي نهدي التيتر هذايا لجمهور النادي الافريقي الكل ولعائلتي. التيتر هذايا معناها تحب تقول جاء بعد خدمه بالنسبه لي انا اول تيتر اول مسلك طلعت مع السينيور معناها حاجه باهيه على الاخر كي واحد يطلع مع السينيور ويبدا الكارير نتاعو بتيتر. أكيد رمزي شنو زادتك الشامبيونات العرب هذايا؟ والله يا شامبيونات العرب هذايا واحد يكتسب منها معناها يشوف أقوى معناها لعب أقوى من اللي في تونس تلعب مع الأهلي تلعب مع الكويت الكويتي فهمني معناها ثم إيكيبات معناها باهيين وعندهم بالماريس باهي معناها فلوهم
الاخير ما نجم نقولوا تستفاد 100%. يعطيك الصحة. دابور مبروك دونك ميرسي با ايكوتي تيتر سي توجور بليزير دو لو غاني سورتو افيك اون ايكيب جون كي اون بلان ريكونستركسيون. Moi je suis là depuis deux mois et demi, presque trois mois, donc j'ai une groupe de joueurs jeunes, il y a le travail des entraîneurs en sélection, le travail des anciens coachs, donc c'est pas que à moi que je suis venu et je fais le miracle. Donc on a gagné ce titre-là après plusieurs années qu'il manquait au club africain. On le mérite pleinement sur l'ensemble des tournois et maintenant on va essayer de garder ce travail, de travailler encore plus dur et de chercher d'autres titres, surtout sur la Tunisie. Bah, écoutez, les coupes arabes, il m'a permis d'avoir pas mal de matchs, donc on a fait 6 au total. Je pense que c'était positif. Maintenant, il faut gérer un peu la fatigue par rapport aux matchs qui vont venir cette semaine. Mais pour la suite, je pense que cette équipe-là, il y a encore une marge de progression énorme. Et moi, je suis très confiant. اللي كان معناها في اول الموسم معناها نتاعنا كانت معناها بدايه ان شاء الله تكون معناها بفضل الله موفقه وتكون معناها بدرت معناها خير للنادي الافريقي في كل المستويات على فرق كيك سوا معناها في كرة القدم ولا كرة اليد ولا كرة السلة. شفنا معناها كان لما ليوم النهائي كانت لما اكزاكتومون هذا السؤال اللي كنت نسأله كانت في النهار الاخراني شفنا لما شفنا الجمهور شفنا النادي الافريقي معناها الأصيل معناها كل من بالنسبة للجمهور بالنسبة معناها المسؤولين بالنسبة معناها الناس كل كانت تد واحدة وكل الناس كل كانت فرحانة والناس كل تغني في بعدها غناية واحدة معناها كل شيء هي نادي الفريقي وهذا شيء اللي حقيقة يفتح الآفاق ويفتح معناها أبواب معناها بدل خير معناها لمسيرة النادي الفريقي وشفنا الحقيقة مشكور معناها رئيس الجمعية اللي تحول بنفسه معناها باش يحضر اللقاء هذايا وكان معاه جميع معناها البيرو معناها نتاع النادي الافريقي شفنا حتى من التقدم كما منير البلطي هذا الشيء اللي فرح معناها منير معناها تعرف هو معناها اول ما بدا في كرة اليد الحقيقة زاد جاتنا كثير معناها من الاتصالات الهاتفية من تونس كل معناها شرايح معناها بتاع النادي الافريقي وكل معناها على أعلى المستويات معناها ومن القاعدة وكل الناس كل فرحانة وفهمتوا وهذا شيء معناها الحقيقة معناها نفتخروا به هي شيء الافتخار الصحيح هو كل المحبة وكل الجو العام تاع أولاد النادي الافريقي وهذا معناها اللي يزيد رونق على الانتصار، الانتصار هو ديما مشغول معناها الحقيقة باش يزيد يقرب معناها وجهات النظر يقرب الجو العام وهذا الشيء معناه الناس كل فرحانه به هو لم شمل العائله معناها الافريقيه وهذا معناها الحقيقه بشرى معناها بدر خير معناها السنه وان شاء الله معناها الناس الكل تكون مرتفعه على النادي معناها نتاعهم وهذه البدايه ان شاء الله وربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله هذا يفتح الشيء هي التيترويت اخرين هذاك هذا الشيء